يا ماما انا اللي فهمانته انه حازم منه قدران يطلع بخلقته، ليش ما بعرف. واثقه تماما من حازم انه هو ما راح يتبلى عليكي، ما راح يجي هالكلام من فراغ. يلا قوام روح على غرفتك قوام، لانه حازم منه قدران يطلع بخلقتك. يلا يا ماما طولوا بالكم، ما بيصير هيك. يعني بيهدى حازم وبيقول شو مضايقه وبعدين احكموا على البنت. خلص سماح، ما بدي اسمع هالقصة، خلصنا. مثيلك انت حمامة السلام. أمي ما بدها تقلي شبك، شو صاير معك؟ ماما أنا ماني جاي لحتى أجبرك تحكي أو أقول لك شو اللي مضايقك يعني، بس أنا والله ما بقدر شوفك هيك، ما بقدر شوفك متضايق. قلبي بينقهر وبينكسر لما بشوف في شي مضايقك حتى لو كان هذا الشي صغير. يا أمي أنا بدعي لرب العالمين إنه يعطيك راحة البال، لو كان على حساب راحة بالي أنا. وبطلب منه كمان إنه يشيل من عمري ويحط بعمرك، بس شوفك مرتاح ومبسوط. أمي أنا خبيتك بقلبي 30 سنة، 30 سنة بعدد سنين عمرك. خبيت ألمك وخبيت فرحك وعذابك وكل شيء، ولحد هاللحظة أنا بدي خبيك جوات قلبي العمر كله. بس قلي أنت شبك، شو اللي مضايقك؟ بدك تنام هون؟ فينا نحكي شيء؟ أكيد. اسمع برا أنا دايق خلي شوي. هلا اطلع لبرا. أوكي. طيب 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 طيب. هاي. حازم افتح الباب. حازم افتح. ليه عم تتصرف هيك؟ إذا كان هني هالقد بدك ياني فل فل، بس اشرح لي أنا شو غلطت معك. حازم افتح، شو عملت لك لتكرهني هالقد؟ شو في؟ قفل الباب حازم على حالي. شو هذا الصوت؟ حازم؟ حازم؟ شو في يا بنات؟ شو في؟ ماما ماما حازم 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 يا حازم يا ماما شو صار؟ ما بعرف شو صار لحاله جد ما بعرف شو اللي صار. طيب حازم روحي تمام، جيبي لي مفتاح الاحتياط قوام. حازم افتح يا ماما يا ماما لا في الله لك شبك ولا شوفي 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 شو عملتي لأمي؟ شو عملتي؟ والله ما عملت يا عصمت خلص مو عامله شيء، ما بيعمل هيك بحاله. شوفي حازم انا ماما افتح لي الباب، انا ماما يا حازم حازم افتح لي.
تعال بعدي هيك انتي بعدي. شوف حازم حازم شو بك يا امي؟ ليش هيك عم تعمل بحالك؟ بس لي يا امي بوس ايدك. حازم شو عملت لك نايا؟ احكي احكي حبيبي احكي. خلصنا يا عصمت. شو ماما؟ امي مشان الله، امي مشان الله ما عم بدي شيء من خاطريني. شيلوا ذكرياتك، شيلوها من راسي، شيلوها من راسي. كسروها على كل اغراضك يا شيخ. ما عم بدي شيء من خاطري، ما عم بدي شيء من خاطري. صدقوني خليني اعيش لحالي. عم صدق؟ جد ما عم صدق؟ انا ما عم بفهم شيء. ما عم بفهم ليه هالقد كرهني. شو عم بيصير معه من وقت اللي رجعنا من الشاليه وهلا ما بعرف ليه عم يعمل هيك؟ جن على صوري. أنا خلص عن جد ما عم بستوعب شيء، ما عم بستوعب شيء. تعي تعي معلش معلش طولي بالك تعي تعي. يلي كنت مني وصرت لي غريب لا ما تفكر إني من بعدك رح غيب ولا ليلي بيقدر يمنع شمسي إنها ترجع تطلع. خلي قلبك اسمع كيف العطر بيفوح. اللي كنت مني وصرت اللي غريب لا ما تفكر رح غيب ولا ليلي بيقدر يمنع شمسي إنها ترجع تطلع. خلي قلبك يسمع كيف العطر بيفوق. حازم حابب أحكي معك كلمتين. أنا بعرف إنك ما بتحب حدا يتدخل بشؤونك الخاصة، بس أنا حابب أعرف ليش كرهان نايا كل هالقد؟ وشو الغلط يلي عملته نايا؟ بترجاك بابا، بترجاك لقعد تذكر اسم نايا قدامي. بابا، نايا مانا مرتي. نايا مانا مرتي وما في أي شيء مشترك بيني وبينها. ولا شيء. حازم، أنت ما عم تفكر إلا بنفسك وبس. ما عم تفكر بالناس اللي حواليك. ما بقصد بكلامي نايا، لا قصدي نحن عيلتك أمك أبوك أخواتك. ما فكرت بهذا يلي عم تعمله وشو عم تسوي فينا؟ ما فكرت نحن قديش عم نتعذب لعذابك؟ لك أمك ما عم تبطل بكي يا أخي. من حقنا عليك إنه نعرف شو المشكلة. بعدين ما في بالعالم مشكلة إلا وإلها حل. بس حتى نلاقي الحل لازم نعرف شو المشكلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حبيبي لازم تقلنا شو وجعك، لأنه بهي الطريقة اللي أنت ماشي فيها لا أنت رح ترتاح ولا نحن رح نرتاح. مزبوط كلامك، ما في شيء بالدنيا ما إله حل، صح؟ إلا شغلة واحدة، إلا الموت. الموت ما له حل، الموت ما له حل. هاي الحقيقة الوحيدة، وهي الحقيقة اللي أنا عم عيش معها. عم اتعذب مشانها. قلي قلي بابا شو الحل؟ شو الحل لحتى أرجع بالزمن لورا؟ شو الحل لحتى ما أكون السبب بموت ريم؟ قلي بابا. أنا آسف، أنا آسف لهذا العذاب اللي عم تعيشوه معي. أنتوا مالكم ذنب، ذنبكم أنه أنتوا أهلي. بس أنا بعتذر بابا، مو بإيدي، والله مو بإيدي. Thank you.
والله يا عصمت ما بعرف شو اللي عم يصير معه. لك كان يحكي يفضفض يقول، لك سكت فرد سكتي، لك ما بعرف ليش، ما بعرف شو هالحركات الجنان اللي عم تطلع معه، شو هي ما بعرف. حازم، ماما، حازم، يا حازم، شايفة عصمت؟ شايفة؟ أنا حاسة ابني رح يروح من بين إيدي. ما عاد فهمت شي الصراحة، كنت مفكرة الحق على نايا، هلا حاسة إنه الحق على حازم، يعني ذنب مين بهالقصة ما عاد فهمت. هلا أنا ما بيهمني ذنب نايا، مو ذنب نايا، أنا المهم أنا ابني ما يصير له شي، حاسسته ضايع، وأنا رح ضيع معه. طيب سماح بدك رأيي؟ ايه طبعا، وإلا ليش عم بحكي لك؟ ليكي أنا بعرفه لحازم كتير منيح، بعرفه مثل ما بعرف راحة كفي، بمعنى تاني حازم ما بيتبلى على حدا، وأكيد لو ما نايا عاملة شي ما كان وصلت فيه الحالة لهي الدرجة. طيب يا سيدي أنا معك كتير منيح، في مشكلة يحكي، شو مانعه؟ مانعه إنه شخص كتوم ما بيحب يحكي بخصوصيات حدا، فما بالك خصوصياته وخاصة نايا. ما كتير اقتنعت بهذا الحكي. أكيد ما رح تقتنعي، وأكيد رح تتعاطفي معه، وكلياتنا رح نتعاطف معه، إلا طبعا إذا حكي حازم شو اللي صار معهم من مشاكل بقلب الشالة. حبيبي هلأ أنا مو قصة أني متعاطفة معه، بس اللي أنت ما بتعرفه عن نايا بقى إنه هي حدا كتير بيشبهه لحازم بالتصرفات بالسلوك، هي كمان شخص كتوم ولا يمكن تفتعل مشاكل. يعني إذا كان في فعلاً مشكلة صارت معهم بالشاليه ما بالضرورة تكون نايا سببها، وحتى إذا كانت نايا هي سبب المشكلة فأنا بجزم لك إنه أكيد مو قصدها. وين حازم هلأ؟ ما بعرف. طيب أنا رح شوفه، أعملي شاي والحقيني. شو سألت عنك قالوا لي قاعد برا. ليك لقيت صور وأفكار كتير حلوة. والله حلوة، بس هي فينا ننفذها؟ يعني إذا بدنا ننفذها مثل ما هي هون بدها شوية مصاري. إيه ما في مشكلة لك أخي، بس قديه بتكلف يعني؟ بدي أعمل يعني مثل ميزانية صغيرة لأشوف قديه بتكلف. نحن لازم نجيب معدات، لازم. ها؟ والله أنا معك 100%. أخي أنت عمول دراسة، بس لا تطول بالدراسة قبل ما يسبقنا حدا غيرنا يعني. حلوة. شوف هاي. وهي الشاي. اسلموه. زين شايتك. اسلموه. أي ممتاز. والله حلو. شو كيفنا؟ حازم هلا انا بقدر انه انت ما تحكي اللي زعجك قدام اي حدا، بس قدام اخوك واختك فيك تحكي اللي زعجك من دون اي حرج. هاد اللي عم بيصير مخلي الكل عايش بحالة ضياع. يعني نحن ما لنا فهمانين شو عم بيصير، شو القصة؟ مين فيكم الغلطان؟ شو المشكلة من أساسه؟ لا أنت عم تحكي ولا هي عم تحكي. هذا الشيء عم بيخلي الأفكار تاخذنا وتجيبنا وهيك ما بيصير. نحن عايشين ببيت واحد. يعني كثير طبيعي لما واحد فينا يتكركب كلياتنا نحس حالنا مكركبين. على فكرة نايا بتعرف كل شيء. لهيك فيكن تروحوا تسألوها. حازم حازم لحظة،
خلينا نحكي. سماح، شو اللي خلاك تفتحي الحديث هلا؟ هلا مناسبته لهذا الحكي؟ إيه أنا ما صدقت أنت نسي حازم ورجع يفكر بالشغل. شو بنا ناظم؟ أنا وأنت أكثر اثنين منعرف إنه هاد قناع وأخوك عم يغلي من جوا. سمعتي شو قال؟ اسألي نايا وهي اللي بتعرف. بدك الحقيقة؟ أنا صرت عم صدق كل كلمة بتقولها عصمت عن نايا. يبدو ثقتنا اللي عطيناها لنايا ما طلعت بمحلها، فياريت لا بقى تتبني حكيها. ناظم أنت بتعرف إنه مو هيك القصة، أنا متعاطفة معهم اثنيناتهم. سماح، أنا عندي إيمان كتير كبير بالله، وعارفة إن إذا أنا غلطت وهو زعلان مني لهالدرجة الله رح يعاقبني، بس أنا بعرف إني أنا مني غلطانة وأنا مظلومة والله رح يبين هالشي. صدقيني كل شي رح يرجع مثل قبل وأحلى. إن شاء الله. بعرف إذا القرار اللي أخدته هو قرار صح أو غلط، بس أنا كان لازم أخد هذا القرار. أنا عندي إيمان فيك إنك رح تدلني على الطريق الصح. يا رب خفف المشاكل عن عائلتي، يا رب خفف العصبية اللي عند حازم وهديه وبين الحقيقة. حبيبتي صباح الخير. صباح النور. صباح الفل. شو حبيبتي عم تقلي سماح انك ناوية تتركي البيت؟ والله يا عمي انا فكرت كتير منيح بالموضوع ولقيت افضل حل اخذ الولاد عن بيت اهلي كم يوم. ليه يا بنتي؟ في حدا ضغط عليكي حتى اخدتي هيك قرار؟ لا ابدا عمي، ما في حدا حكي شي معي ولا حدا ضغط علي، وأنا بعرف إنه كل البيت متضايقين مش مني أنا شخصياً بس بسبب الظروف اللي عم يمرقوا فيها. مرت عمي متضايقة لأنها عم بتشوف ابنها بهالحالة. كرمال هيك أنا فكرت إن روح عند أهلي كمان. يعني يمكن حازم إذا بعدت عنه شوي يبطل يعصب هالقد كل ما أطلع بوجهه. يمكن إذا قعد شوي لوحده ترتاح نفسيته. كرمال هيك بدي أترجاكم خلوني روح لعند أهلي مع الولاد كم يوم. حبيبتي بإمكانك تروحي، أنا موافقة، بس يعني ما تاخدي معك نور، خدي بس جود لأنه ما بيقدر يقعد بلاكي. لا لا لا، إذا بدها تروح لازم تاخد الولاد معها، الاثنين ولاد نايا، وهذا بيعطيها الحق أن تقرر عن ولادها. أنا معك يا بنتي وأنا شايف كلامك صح، أنا مع القرار يلي اتخذتيه، معه. إمكانك تروحي وأنا موافق على قرارك. شكراً عمي. الله يهدي سرك يا بنتي. شكراً برحمة. يلا حبيبي. يلا الله معكم. على السلامة. ليك أخي هذا معجوق كتير، الحفلة ما بتتحمل، هيك بكفي. والله العظيم شو بده هذا ليه؟ شوف حازم. اوكي معجوق ما بكفي. معجوق؟ لا لا حلو حلو. خلص التكلفة عليك بالنتيجة يعني. حلو. خلص اخي خلص. ما في شيء. ما في أي شيء. نعم رتبه على ما بدنا يعني. هاي الكاميرات شو صار فيها؟ أخي اتركني من الكاميرات، شوف لي هذا جهاز الليزر. احنا ناقصنا جهازين ليزر على الأقل. معلوم. وبيعمل جو غير شكل ناقص. كثير حلو. ماني مختلف معكم بس انتو سألتوا عن سعره، هذا كتير غالي. أخي، أخي، أنت كل قرش عم تدفعه عم ترجعه.
حبيبي أنا ماني ضدك، بس في عنا إضاءة، مفارش، كراسي، موفينج هيد، في عندك ألف قصة وقصة، هذا غير أجهزة الدخان. كمان معتمدين مع الأجهزة اللي علينا أنا يا عرض كثير حلو. مو اللي بعثت لك كمان على الواتساب، مهمين كثير شوفهم شباب. جهازين بحق جهاز واحد. شباب نحن عندنا أحدث أجهزة بالبلد، بس بكل الأحوال خلونا نشوف العروض وبعدين بنقرر. بعرف أنت قرر. خلص. برأيي خلينا نكون أبديت شوي. ولا يهمك، بشوف أسعارهم وبنحكي فيها. لا حلو العرض، حلو ممتاز. متحركة؟ طبعاً متحرك طبعاً. فرجيني شوف الراس. بصراحة ما اقتنعت. يعني اللي عملتيه مو صح. ما كان لازم تتركي البيت شو ما كان، لو أخذتي الولاد كمان. صدقيني هيك أحسن إلي ولحازم، بلكي إذا طلعت من البيت تتحسن نفسيته شوي لحازم. ما بعرف، إن شاء الله يلي عم تعمليه يجيب نتيجة. حازم تعشى ولا بعد؟ وزمتك قاعدة اللي أكلة يمه؟ لا لسه. بقصة لإيدي، إذا ما قلبك عم بيقول حقبق على ما تجي تشوفي وتعشي بإيدك. شرفي رجعي على البيت. شو سكتتي؟ أكون ما بفهم شي إذا ما وشك هلأ صار أحمر مثل الدم. سماح ديري بالك علي، الله يخليك. حاضر يا ستي. ليش أنا شو شغلتي هون؟ ولا يهمك حبيبتي، انتي كمان ديري بالك على حالك وعلى الولاد. ان شاء الله. يلا يا روحي بحاكيكي بكره. باي. قال حازم اتعشى ولا لسه؟ لا وديري بالك عليه. الله يفك عقدتكم ويريح قلبي بقى. نور نامت بأوضتنا هي وعم تلعب مع جدة، تركتها نايمة هنيك. وجود قال شو ما بينام قبل ما يسمع حكايتي قبل النوم من أمه. يلا لفوت لعنده لك. نايا كل شي رح يكون منيح، بس انتي طولي بالك. ايه كيف بدي طول بالي بعد يا ماما، والحلم اللي كنت رح حقق وضاع بدقيقة بغلطة ما بعرف إذا أنا عملتها أو لا. ما بعرف بكم امتحان بعد لازم أنجح تحقق سعادة زوجي وولادي. ما بعرف. جود عم استناكي ماما. شفت العروض الموجودة هون؟ أخي والله ما طوشة عشي اليوم، أجي إياها للصبح أو على القليل اللي بعد العشاء، أنا ناكل بلا طوشة يعني. ماما؟ نعم. جود نور وينهم؟ ما جاوبتوني، جود نور وينهم؟ هنا معقول أنت على هالسؤال يعني؟ مرتك والولاد صار لهم يومين طالعين من البيت وأنت ما بتعرف وينهم؟ لا ما بعرف وينهم، لأنه مثل ما هيك شايفي عم بطلع الصبح عم برجع المساء وضغط الشغل. يعني هلا وينهم فهموني؟ الأولاد راحوا لبيت جدهم فؤاد وأنا اللي سمحت لهم. مين أخذهم؟ أمهم طبعاً. لأنه اللي عم يصير بهالبيت يعني خلى أعصابنا بنوب. خلص وأنا برأيي ضلوا هونيك لحتى تصطلح الأمور بيناتكم. طيب برأيك بابا هاد اللي صار صح؟ يعني يروح لبيت فؤاد؟ حازم أنا كمان ماني مرتاح لهالشغلة ومفتقدين لهم كتير، بس حضرتك لما بتكون ضايع وما بتعرف شي طبعاً ما رح تقدر تحل أي مشكلة من مشاكلك. حازم أنت ونايا في بيناتكن مشكلة كبيرة،
بس شو ذنب الأولاد؟ ها؟ اللي شو ذنبهم؟ شوف، إذا كنت خايف على الأولاد عن جد بترجاك تقلي شو اللي صار بينك وبين نايا لما كنتوا بالسفرة. أرجوك. كنان بشحمه ولحمه. شو عم تعمل هون؟ هلا بقول لك شو عم بعمل هون، انت شو عم تعملي هون؟ انا ولا ناطره تاكسي. معقوله تنطري تاكسي وانا موجود؟ ولو يا نايا، امشي امشي خليني اوصلك. يلا لا تصفني لي، بلغ قصدك، امشي. يلا اطلعي اطلعي. قلت لك هذا القميص احلى حبيبي، يلا بدله. لكن خلاص لبسته ومشي الحال. هلا شو مشان حازم؟ يعني اذا ما حكى نحن شلون بدنا نعرف؟ ما بده يحكي معنه قبلان. بكل الاحوال هاي القصه انا حطيتها براسي. بده يحكي يعني بده يحكي. كيف بقى حطيتها براسك؟ يعني بده يحكي اجباري عنه؟ لا، بس بالعاده انا وكرم وحازم بنقعد هيك اخوات ثلاثه على بعضنا ومنفضفض لبعض. بالزور بالعافيه بده يحكي شو اللي عملته نايا. لسه بيقول لي نايا؟ يا حبيبي انتوا ليش عم تجزموا انه نايا هي اللي عامله مشكله؟ يعني خلينا نعرف شو في بالاول بعدين بنحكم. انا مو هي مشكلتي، مشكلتي اعرف شو اللي صار. خلص حازم صاحب المشكله، منيح هي؟ ايه يعني مو بالضروري تكون نايا. كذابه. آسفة نقصتك. اشتاق للولاد عن جد، هيك حاسة البيت هادي بغيابهم. كانوا عاملين ضجة وفرحة. طيب مو حاجتهم؟
يعني صار لهم كل هالوقت عند بيت جدهم، روح جيبهم، روح جيب مرتك واولادك حاجه بقى. خلي اللي اخذهم يرجعهم، انا ما اخذت شيء، مواب اللي اخذهم يرجعهم. شو اللي عم بيصير بهالبيت؟ ما بعرف امتى زعل حازم رح يخلص وترجع له السعادة بقى. نايا والولاد لازم يرجعوا. الو. مرحبا مدام، كيفك؟ اهلين غرام، الحمد لله انا منيحة، كيفك انتي؟ والله يا مدام ما بعرف شو بدي اقلك، بس صبحي قال لي انه الاستاذ حازم بهالفتره مو كتير منيح وقال عم بيضل معصب كتير. ايه والله معصب، ولا هو عم يقول شو بو ولا نحن عرفانين شي، وانا ماني عرفانه حالي شو بدي اعمل. دخلك انت بتعرفي شي شو صار عندكم بهديك الفتره؟ والله يا مدام يمكن انا بعرف ليش الاستاذ حازم معصب. المدام نايا ما عملت الشي الصح مع الاستاذ حازم. قصدي شو قصدك؟ احكي فهميني. مدام نايا بهديك الليلة وصلت متأخرة كتير، ولما وصلت الأستاذ حازم هيك يا نايا؟ هيك؟ أنا وثقت فيكي وصدقتك، بتقومي بتطلعي كذابة؟ لك ليش كذبتي علي يا نايا ليش؟ كنان أنا ما خبرت حدا عن هديك الليلة لأنه فكرتها طبيعية، انه ما اجى ببالي اقول، مش انه انا عم خليها سر قصدا او شيء، بس ما فكرت. نحن يعني رفقه من نحن وصغار، كل حياتنا رفقه. صراحه انا بعتبرك خيي كنان، ما بعرف كيف ما خطرت على بالي هالقصه، ما بعرف. هلا انا وانتي بنعرف شو علاقتنا، بس حازم ما بيعرف. بس حازم مستحيل يفكر بهالطريقه، ولا ممكن يسيء الظن فيي هيك. كتير طبيعي انه الرجال يغار على مرته، انا لو كنت محله كنت عملت نفس اللي عمله، بجوز أكتر. كيف بدك اياه يتقبل مرته راجعة بآخر الليل مع شخص غريب هو ما بيعرفه؟ عم أفرق طريق بيوقف هالزمان، وين ابتدى وين انتهى؟ كفي بلا رفيق اتعود عالنسيان.